اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، هذه هي الدنيا وهذه هي طبيعة الحياة، لا بد لمن خلق فيها أن يفنى، عزاء هنا وفرح هناك. يا أيها الإنسان إنك ميت، فسيد البشر قد مات، خاطبه ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وخاطبه جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يا أيها الإنسان إنك ميت، فانظر إلى من كان قبلك وانقبر، كم كان يبني في القصور معمرا، وتراه بعد قصوره سكن الحفر، كم كان يلبس من ثياب فاخر، وتراه بعد قصوره قد صلب الإرادة وانحصر. أيها الإخوة المؤمنون، جئنا جميعا كي نؤدي واجب العزاء، والغريب في هذه الدنيا أن الإنسان عندما يولد تكتب له ورقة تسمى بشهادة الميلاد، وعندما يتقدم في السن يأخذ ورقة تسمى بشهادة التعليم الأساسي، وعندما يتقدم في السن يأخذ ورقة تسمى بشهادة الإعدادية، وفي الثانوية كذلك، وفي الجامعة كذلك، وفي الماجستير كذلك. كل هذه الأوراق يراها الإنسان إلا ورقة واحدة، وهي ورقة شهادة الموت. فهلا قدمنا لهذه الشهادة؟ لا أريد أن أطيل على حضراتكم. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال الشاعر الحكيم: كتاب الله قرآن كريم، ودستور وفرقان قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، والنور المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز، وفوج ملكهم مهد عظيم. مستمعين الكرام، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها راحلنا الكريم، ما زال نور القرآن موصول، وما زال العطاء موصول. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة لها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد كامل الشربيني، القارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي، وعضو نقابة القراء بمحافظة الشرقية، والمقيم ببهميا مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. أدعوه إلى منصة التلاوة، وأسأل الله أن يفيض علينا وعليكم بفيوضات القرآن الكريم، فليتفضل فضيلته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا
فتثبتوا وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ويا طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن فات
إن الله يحب المقتصدين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى يحب المقتصدين.
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا واتقوا الله لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لعبرة لمن يخشى أهلتم أشد خلقا من السماء بني
بسم الله الرحمن الرحيم. أشد خلقا أم السماء بنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبر. بسم رفع سمكها فسويها وغطش ليلها وأخرج محيها. بسم الله الرحمن الرحيم.
فعسى الكهف سويها وعطش ليلها وأخرج محينا والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خيف مقام ربه
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها I'm
إن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعمل مثقال ذرة شرا يره يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله بسم إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل Wow.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الفاتحة.